بسم الله، السلام عليكم. اليوم سنقوم بإعداد عجين الجينواز، وهي عجين إسفنجية أساس العديد من الطرطات. لهذا الغرض سنحتاج إلى 140 غرام من السكر و 140 غرام من الدقيق، فكمية السكر تعادل كمية الدقيق، تقريبا كأس من السكر وكأس من الدقيق. 4 بيضات، 40 غرام من الزبدة المذابة تعادل ملعقتي طعام. سنحتاج كذلك إلى القليل من الزبدة والدقيق لدهن القالب. سنشرح على بركة الله. نضع البيض أولا ثم نضيف السكر. نقوم بخلط البيض مع السكر بالخلاط الكهربائي. وكتقنية بسيطة أريد إضافتها لكم، عند عدم التوصل إلى نتيجة مرضية يمكنكم الاستعانة بحمام مريم. مثلا نأخذ إناء نضع به ماء جد ساخن، نضع الإناء بالأعلى ونقوم بالخفق. إذن كما تلاحظون قد تضاعف حجم الخليط حوالي 3 أضعاف، وعند رفع الخلاط الكهربائي انظروا يتشكل لدينا خيط من الخليط متماسك. نقوم الآن بإضافة الدقيق تدريجيا مع الخلط ببطء. سبق أن حضرنا الفرن على درجة حرارة 180، فهذا العجين الإسفنجي هو أساس العديد من الطرطات. أؤكد على التحريك ببطء حتى نحافظ على الهواء الموجود بداخل العجين. بهذا الجينواز سنقوم معا بتحضير العديد من الطرطات إن شاء الله. تابعوني، دائما سأقدم لكم الجديد. وصفات سهلة رائعة وبسيطة، تتمكنوا من إعدادها ببيوتكم بكل سهولة. الآن سأقوم بإضافة الزبدة. نقوم بالتحريك لدمجها مع بقية العناصر. أقوم بدهن إناء الفرن بالزبدة. الآن سأقوم برشه بالدقيق. نقوم بتمريره على جميع الجنبات. هذا يحول دون التصاق العجين، ويمكننا الاستعانة بورق الفرن أن نقطعه بنفس قياس الإناء الذي سيدخل الفرن. إذن لكم حق الاختيار بالدهن بالزبدة والرش بالدقيق أو باستعمال ورق الفرن. الآن سأقوم بصبغ عجين الجينواز بالقالب. يجب أن لا يتعدى ثلثي هذا القالب لأن العجين سيرتفع عند الطهو. الآن سأقوم بإدخالها للفرن درجة حرارة 180 حوالي 20 دقيقة. الجينواز قد أصبح جاهزا، قمنا بإخراجه من الفرن. سننتظر بضع دقائق حتى يبرد لإخراجه من القالب. انتظروني في الحلقة القادمة، سنقوم بإعداد طرطة جد رائعة من هذا الجينواز. الجينواز قد أصبح جاهزا بعد إخراجه من القالب. تابعوني على قناتي وضعوا تعليقاتكم. لأي استفسار أنا رهن إشارتكم للتواصل معي، سأضع الروابط لكم في وصف الفيديو. إلى لقاء قريب.